ونبقى في جلسة مجلس محافظة صلاح الدين، حيث ناقش واقع المدارس الأهلية الخاصة وضرورة التزامها بضوابط العمل كما نصت عليه القوانين النافذة. بعدها قدم رئيس مجلس المحافظة رؤيته عن آلية تقسيم الدرجات الوظيفية بعد توفر 2300 درجة وظيفية من حركة الملاكات التربوية في المحافظة، مشيرا إلى استكمال جميع الموافقات الأصولية من قبل وزارتي التخطيط والتربية. عدنا تقديم الإلكترونية آلية لا يشوبها الفساد لتخصيص الدرجات المتاحة حسب الاستحقاق استنادا إلى بيانات الخريجين. وفي السياق ذاته صوت مجلس المحافظة بالإجماع على قرار يلزم مديرية تربية المحافظة الأخذ بما تم طرحه في محضر الجلسة 16 على ألا يتم إصدار الأوامر الإدارية للمعينين إلا بعد استحصال موافقة مجلس محافظة صلاح الدين. كما ناقش المجلس منع نشر أي كتب رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومعاقبة من يثبت قيامه بهذا العمل الذي يلحق الضرر المباشر بعمل مؤسسات الدولة ويسبب إرباكا للرأي العام. كما صوت المجلس بالإجماع على قرار بالموافقة على تخصيص قطع أراض سكنية لحملة الشهادات العليا بناء على طلبات تقدمت به رئاسة جامعة تكريت.